قدرت لجنة متابعة تعديل الأسعار النيابية قيمة ما ترفده القرارات الحكومية الأخيرة بشأن رفع الأسعار لخزينة الدولة بنحو 455 مليون دينار. رئيس اللجنة نصار القيسي قال خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب الأحد إن اللجنة درست جميع المواد والسلع التي شملتها قرارات الرفع ومدى أثرها على المواطنين. احنا في مجلس النواب اجتمعنا الاجتماع الثالث اليوم مع اعضاء اللجنه لمتابعه الاسعار مع الحكومه، وطلعنا بتوصيات وقرارات، منها يجب على الحكومه الاردنيه ان توضح ما هي السلع التي تم رفعها وما هي السلع التي لم يتم رفعها ونشرها على الاردنيين جميعا. ثاني شيء موضوع قطاع الزراعه، نحن لسنا مع فرض أي ضريبة على قطاع الزراعة بما يخص المدخلات أو ضريبة المبيعات، وخاصة البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية والحبيبات البلاستيك اللي تخص الزراعة بشكل عام. لن نقبل برفع السعر الخبز المدعوم إلا إذا كان في هناك بديل أنه يندفع الفرق الدعم إلى المواطن مباشرة بطريقة أو بأخرى، وهذا الكلام لم يناقش وما حكى. عم ندقق على كل مادة بمادتها وشو أثرها على المواطن وشو أثرها على ذوي الدخل المحدود، أهلنا وقريبنا، والكلام هذا صح غير صحيح، والرقم وصل معنا ل 455 مليون فقط لا غير، وكنت نشرته في لقاء صحفي سابق. بس بدي أحكي كلمة، أنه كان في توجه لرفع ضريبة على التمور وعلى الدجاج المقطع والمجمد وعلى اللحوم المجمدة والمقطعة وعلى المعكرونة والشعرية وعلى الألبان ومشتقات الألبان، ولكن اتخذنا قرار وتم الاتفاق على عدم رفع أي ضريبة وعدم على هذه المواد اللي تم ذكرها، فلا السمنة ولا الجميد ولا الألبان بمشتقاتها ولا اللحوم بمشتق بأنواعها ولا الدجاج بأنواعه مقطع أو غير مقطع سيطال، ولا التمور ولا المعكرونة ولا الشعرية ولا أي مواد أساسية من هذه المواد سيطالها أي رفع. القيسي أوضح أنه تم الاتفاق مع الحكومة على عدم فرض أي ضريبة على كل من التمور والدجاج واللحوم والمعكرونة والشعرية والألبان ومشتقاتها وزيت الزيتون والسمنة والجميد، مطالبا الحكومة بتجديد الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين كافة. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.